هلا والله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ طيبين بخير مبسوطين؟ رجعنا لكم بمقطع جديد ومقطع زلهاب. اوكي يا اخوان، البي اس 5 برو سبب مشاكل وانقسامات كبيرة وكبيرة جدا. المقطع السابق قلنا فيه انه البي اس 5 برو هو الجهاز الامثل لتجربة ولعب جي تي اي 6، ونعم هو الجهاز الامثل، لكن ليس بالشكل اللي متخيلينه بعض الناس. بعد مقطع اليوم اتوقع الكثير راح يفكر زيادة ألف مرة لو يبغى الفايف برو أو البي اس فايف برو. على العموم يا أخوان، أتوقع كلكم تعرفون الديجيتال فاوندري، واحدة من أوثق وأقوى القنوات في المواضيع التقنية والأشياء التقنية. IGN تواصلوا معاهم بشأن البي اس فايف برو وسووا مقالة عن الحوار والموضوع، وعنوان المقالة بالخط العريض: هل البي اس فايف برو رح يشغل جي تي اي 6 على الفور كي 60 FPS؟ والمتحدث باسم ديجيتال فاوندري راد بغالبا لا، زي ما تلاحظون. بعدها بدأت المقالة بالتالي: أتوقع هنالك أدلة قوية أن تريلر جي تي اي 6 كان يعمل وتم تصويره إما داخل بي اس 5 أو اكس بوكس سيريس اكس، وعلى هذا النحو ينبغي أن يكون المستوى الحالي من الجرافيكس القوي والتفاصيل الدقيقة الموجودة في التريلر تكون قابلة للتحقيق باستخدام البي اس 5 العادي. وبناء على ذلك نقدر نستنتج أن البي اس 5 برو سيقدم جرافيكس أعلى مما رأيناه في التريلر الأول. زبدة كلامه يا أخوان، الجرافيكس والجودة اللي شفناها في تريلر جي تي اي 6 الأول راح تكون موجودة في أجهزة البي اس 5 العادي والإكس بوكس سيريس إكس، بينما البي اس 5 برو راح يقدم جرافيكس وجودة أعلى مما شفناها في التريلر اللي كان على بي اس 5 عادي بناء على ديجيتال فاوندري. فجرافيكسيا نعم، البي اس 5 برو في جي تي اي 6 راح يقدم جودة جرافيكس أعلى من البي اس 5 العادي، لكن فريميا لا، لأنهم سألوهم هل جي تي اي 6 ستعمل على البي اس 5 برو على جودة الفور كي 60 FPS؟ ديجيتال فاوندري قالوا التالي: لا، ألعاب سلسلة جي تي اي دائما ما تشغل محاكاة معقدة وتستنزف الكثير من قوة المعالج أو السي بي يو. لهذا السبب كل ألعاب سلسلة جي تي اي أول ما صدرت كانت تستهدف 30 فريم أو حتى أقل. يستخدم البي اس 5 برو نفس المعالج أو السي بي يو حق البي اس 5 العادي، ولم يتم تطويره للأسف، فلذلك سيكون من الصعب جدا الوصول إلى 60 فريم والجودة تكون 4K. إذا نسخة البي اس 5 العادي 30 فريم، فالبرو كذلك ستكون 30 فريم على جودة 4K بسبب عدم تطور المعالج. هذه ليست مشكلة جي بي يو بل مشكلة سي بي يو. زبد يا أخوان عشان ما تتلخبطون، طبعا ديجيتال فاوندري هنا يتكلمون عن نمط الـ 4K مع الـ 60 فريم. في الأغلب جي تي اي 6 لن تعمل بجودة الـ 4K 60 FPS. ليش؟ لأن روكستار جيمز شركة تعتمد بشكل كبير وكبير جدا على السي بي يو أو المعالج. في المكان الواحد يصير عدد كبير من الأشياء، الام بي سي عنده ردة فعل، الام بي سي يتكلم، الام بي سي يتكلم مع هذا في هذا المكان، يصير الشيء الفلاني في الشيء الفلاني يصير له شيء آخر. بكل بساطة في المكان الواحد هنالك عدد كبير من الفعاليات والأشياء اللي تصير. فلهذا السبب ديجيتال فاوندري يرون أن جي تي اي 6 لن تعمل بجودة الـ 4K مع 60 فريم. فلو كنت شخص تبغى تشتري البي اس 5 برو خصيصا عشان تلعب جي تي اي 6 على جودة الـ 4K 60 FPS، فنحب نقول لك انه هذا لن يحدث، لانه سوني ما حسنت السي بي يو من الاساس اللي هو المسؤول الاول عن الفريمات. فنعم يا اخوان، من ناحية فريمات البي اس 5 العادي والبرو راح يكونون زي بعض في نمط الـ 4K. حاليا اللي يميز البي اس 5 برو في تشغيل جي تي اي
4K 6 انه جودة الجرافيكس في البرو راح تكون اعلى من العادي. عشان لا حد يلخبط يا اخوان، جي تي اس اكس راح تشتغل 60 فريم بكل تاكيد على جوده اما ال 1080 او حتى ال 2K، 100% راح تشتغل، لا تخافون. اشكاليه العالم هنا انهم توقعوا ان البي اس 5 برو راح يشغل جي تي اس اكس على ال 4K 60 FPS، وهذا لن يحدث، فهدوا اللعب شويه. جي تي اس اكس ستاتي بعده انماط وكلها 60 فريم، ما عدا ال 4K راح تكون 30 فريم اما في البرو او العادي. وضحت الصورة الان؟ تلخيصا للموضوع بدون بربرة، فريمات جي تي اي 6 على البي اس 5 برو والبي اس 5 العادي راح تكون نفس بعض في نمط ال 4K وغالبا 30 فريم، لكن الماطة الاخرى 1080 او حتى 2K راح تكون 60 فريم فعليا. ميزة البرو الوحيدة حاليا انه جرافيكسيا راح يكون اقوى من البي اس 5 العادي. ختاما يا اخوان، عندي موضوع كذا فحسني، كذلك ايضا حيال البي اس 5 برو وسعره. طبعا النقاش سبب ضجة كبيرة جدا في السوشيال ميديا، وتوقع كلنا شفنا كومنت او تغريدة فحواها انه ليش اخذ جهاز كونسول ب $700 ولا $800 ولا حتى $900، ازيد شوية واخذ بي سي ممكن حتى يكون اقوى من البرو ذات نفسه. وهذه النقطة اتفق عليها كليا ولا اختلف، $700 من الممكن انها تجيب لك بي سي جيد، لكن النقطة الفيصل هنا انه 3/4 الناس زعلانة انهم راح يدفعون $700 وفوق كذا ما راح يشغل جي تي اي 6 بال 4K 60 FPS. شخصيا يا اخوان اشوف الكلام هذا غير منطقي وفيه اجحاف في حق البلايستيشن برو رغم اختلافه الكبير في سعره الغالي جدا. الحين يا اخوان نسأل حقين البي سي، لو تبى تجمع بي سي محترم يشغل لك 3/4 الألعاب 4K 60 FPS، بالله كم يبغى لك؟ بالله كم يبغى لك؟ يبغى لك أقل شيء من 7000 إلى 10000 ريال سعودي. لازم نفهم يا أخوان إنه الـ 4K 60 FPS استاندر عالي جدا ويطلب مبالغ كبيرة جدا لتحقيقه من الأساس. الكونسول لازال لم يصل لهذه المرحلة من الجودة، ممكن يوصل لـ 4K 60 FPS فعلي مع الجيل الجديد من الكونسولز، الـ PS6 ولا الـ X Series R ولا مدري وش مسمى. فالخلاصة يا اخوان انه من الاجحاف جدا انك تطالب ب 4K 60 FPS في اقوى لعبة تاريخيا على جهاز تكلفته $700، بينما تكلفة التشغيل بهذه القوة تصل الى $2600 وانت طالع. غير منطقي. هذه كانت وجهة نظري، واتمنى انكم تشاركوني رايكم على هذه النقطة. وتقريبا يا اخوان هذا هو مقطع اليوم، وفي شفنا موضوع البي اس 5 برو. كم مرة نقول هذا هو موضوع عن البي اس 5 برو، هذا هو موضوع عن البي اس 5 برو، لكن طلعت معلومات جديدة تؤكد لنا من مصادر محترمة زي ديجيتال فاوندري انه جي تي اي 6 ما راح تشتغل 4K 60 FPS، انما 30 فريم فقط. طيب وصلنا معكم نهاية المقطع، لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة. سلام عليكم.